مولات المسمن اللي عندها المشكل في المحل مع السيد اللي داير كاري فوكاري. هاد السيد نصب عليا الدعد ديال 9 مليون لمدة عام ونص، وانا كنأدي ليه الواجب. من بعد ما جا هاد الحجر الصحي، هاد السيد جا الحجر الصحي سدوا لينا، جات السلطة سدات لينا، قال لنا تلتزموا بالحجر الصحي. تلتزمنا بالحجر الصحي، راكم تبعتوا القضية ديالي وعرفتوني بلي جا الحجر الصحي. الموضوع من بعد الحجر الصحي قال لي، قلت لي المحل خاصو يتصلح، راه المحل مكرفس، راه ما بقاش عندي الكليان ولاو كيتشكاو ليا من المحل مكرفس. قال لي انا ما عديش باش نصلح المحل، الا بغيتي تصلحيه وتبداي من بعد حيدي رجعي فلوسك اللي صلحتي بيها، ندير معاك تسهيلات. لقيت السيد اللي انا درت اللي عطيته الفلوس على اساس غيصلح ليا، ما صلحش ليا. كل نهار كنجي للمحل كنلقى المحل هو ما بقاش المحل، هما ما تما مصلوح ما والو. بعد اللي ما بغى اللي مشيت لعند، قلت ليه علاش ما صلحتيش المحل؟ راه صافي راه تحل الحجر الصحي. قال لي الا معدك بغيتي تخدمي خدمي، ما بغيتيش تخدمي راه كاين اللي كري ليه، راه كاين اللي جاوني الكرايه وبغيتي يجي يعطيوني داك يصلحوه الرسوم بلا ما تسميتو، يعطوني فوق من المبلغ اللي كتعطيني انتيا. علاش؟ لان المحل انا كنت معروفه مولات المسمن، مولات الخبز، ربيعه مولات الخبز، ساكنه ديال الرمون، دي كلها كتعرفني، عندي كليان، كنكسب كاسبه كليان، البيع والشراء مزيان عندي. هاد السيد الوقت اللي استغني ودخلت الكليان، ولا المحل مشهور، ولا المحل معروف بالكليان، ولا معروف للحريفيه، ولا الحريفيه كيتزايدوا على داك المحل باش يدخلوا لداك المحل. انا جيت عيطت للخدامه ديالي، قلت لهم اجيو تخدموا، جينا بدينا خدامين، ولا هاد السيد يوميا كيهددني، يوميا تيصيفط لي خوت، وما بقاش التزم بداك الهضره اللي قال لي تخلصيني تعطيني فلوسي نهار بنهار وتعطيني 16000 ريال. جرى لي على الخدامه وليت انا واحد السيده اللي بقينا فيه عيا حاربني، حيد لي الضو، حيد لي، ولا تيدير لي القفوله، رجعت شوف تي في، جا العول القضائي دار المعاينه ديالو ومشى، قال لي رجعي مارسي الخدمه ديالك كيف كنتي مع الكليان ديالك، ما تسديش. رجعت حليت، رضعت، بديت كنخدم انا واحد السيده، بقيت غير انا واحد السيده بوحدها اللي كنخدمو، بقيت خدامه انا ومرا وحده. ولا يوميا كيجوني خوتو، هاد خوه اللي جا انا ما كنعرفهمش، هاد جوج هادو خوتو، هو خوت اللي كاري ليا انا. جا خوه اليوم تيخرج البارح، قال لي انا رانا في الولايه، انا في الولايه، وجا مع واحد السيد واحد اخر على اساس لا بغيتينا نصلحو ليك، لا بغيتي نلاقيوك مع مول المحل ونسحبو حنا مولات المحل مسبقين لا 8 مليون، عطينا 8 مليون ديالنا ونلاقيوك مع مولات المحل، ولكن مولات المحل عندها شرط انك تخرجي الماتريال ديالك وتخرجي للمحل نسدوه نديو لها الساروت ونديوك عند مولات المحل. انا قلت ليه لا، المحل ما خرجاش من عنده، ما خرجاش منه. مولات المحل اللي بغات تجي تفاهم معايا تجي تفاهم معايا هنايا في المحل، انا المحل ما نخويش، انا في رزقي خوك نصب عليا دا لي رزقي، ما نفرطش في المحل، ما نخرج من المحل، عطوني رزقي اللي بغيت نخرج من المحل. اليوم صافي على اساس صافي قال لي تفاهمنا على اساس راه صلح، على اساس صافي درنا الصلح البارح. اليوم جاب الحداد هو وخوه، جمع الحداد علاش باش غيسدوا لي المحل، على اساس غيسدوا المحل، وبدا كيخرج لي في الماتريال. انا كاينه في المحل، كاينه لداخل في المحل، لقيت اللي جاب بدا كيخرج في الماتريال. انا قلت لي ما تخرجش لي الماتريال ديالي، ما تخرجيش لي، ما تخرجش لي الماتريال ديالي. بديت كنتشد معاه هو كيخرج وهما تيخرجوا، انا كنحاول نرد في المحل، شدني هكا انا لقيت اللي سميتو شديتو، شدني البوني ضربني بالكروشي. جات السلطه راه عاينه داكشي، جا البوليس راه عاين داكشي، عاين المحل، جا لقاهم في وسط المحل، وهذا هو اللي كاين. والمهم انا محكوره، هاد الناس انا معاهم في المحكمه، هاد الناس جاو تهجموا عليا، ما عندي بهم حتى شي علاقه، ما كنعرفهمش. جاو هاد السيد، الناس تهجموا عليا، اللي ضربني ضربني واحد فيهم، اللي ضربني ضربني العيني وتكرفص عليا، جوج درجال جيو تكرفصوا على مرا، ما كاين حتى شي مشكل.
كنطالب بالحق ديالي، كنطالب بالسلطات، كنطالب بالعداله بان ياخذوا لي حقي من هاد الناس هادو لان تكرفصوا عليا بزاف.